السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم بدنا نلعب بلايد بول، هي لعبة انه انت لازم تضرب الطابة بالسيف، وانا هيدي يمكن شي تالت دور بلعبه، بس انه يعني كل وقت بضرب الطابة منيح، انه لازم تعمل بلوك وابيلتي. بس انا هلأ معي بس 100 وهيدا، فبقدر اشتري سوبر جامب 300، انا معي 112. فهالمرة حنحاول نجيب كتير 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 كوينز قد ما بنقدر. خلينا هلأ نعمل سبكتيت، شوفوا هي هيك بتضرب بالطابة هيك، هاي دول كتير كتير قويين، انا كل ما يصيبوني بموت. هلأ ما واو واو، يلا خلص الدور. هلأ حفرجيكم كيف انا وعم بلعب، متحمس لفرجيكم، بس لأفهم كيف شعري صار بلا لون، بس ما بعرف كيف. يلا ماما هلا بتيجي تطمع علي. طب انا هيك بحب محل فاضي ما يكون بقلبه ناس، لانه كتير عجقة. ايش تطابع علي، ضربتها. ايش تطابع علي مرة تانية. طيب ما بحب تيجي تطابع علي، قصدي ما بحب يكون في كتير عجقة. هون ما في عجقة، هلا برتاح. يا الله اجوا ناس، اجوا كتير ناس. روح هون ما في حدا، اريح. هيك مريح. يلا هلا عم يعمل فايت بين بعض وانا عاد مرتاح. ايه لا هلا بتيجي تطابع علي. لا ايه الحمد لله هيدا مات. انا قربت على ستاند اوف. يلا ان شاء الله اربح، ان شاء الله اربح، ان شاء الله اربح، ان شاء الله اربح، ان شاء الله اربح. خايف وياي، عنده قوات حلوة. لا طب يلا حعمل باس بين ما خلص الدور. يلا خلص الدور. هلا بدنا نرجع نبلش. واحد جديد، بس يا رب اربح هالمرة. هي صح اجت علي وانا انا هيك لعبت شي مرة مرتين، صرت كتير قوي فيها لحتى تدربت، وبحضر على اليوتيوب هيك واحدين كتير 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 بروز، لهيك كلهم عم بيموتوا 5 ثواني. لا 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 اهرب. انا لا، هون محل ما في عجقة. يي كيف فقست بلوك. طب يلا برجع بعمل بوز. واخيرا بعد 500 ساعة خلص الدور. والمهم هلأ نلعب ان شاء الله، بس اوصل على القليلة لستاند اوف، لاني ولا مرة انا رابح وين، ولا مرة. وكتير هيك حلو اني بس هيك مثلا اعمل هيك انا وربحان، كتير حلو. طب ما بحب يكون في كتير ناس، ما حلو هيك يكون قليل. لو بنعمل برايفت سيرفر كان احسن، بس ما في حدا العب معه. هي جمدها للطابة. يا الله طيب حغير سيرفر. يلا انا هلا فتت على سيرفر جديد، بس كانوا مبلشين، فهلا بس لما يخلصوا حارجع هيدا. اوكي، وكمان
واخيرا بلش الدور، وهلأ بدنا نلعب بالسيرفر الجديد. يا رب يا رب يكون انه يعني على القليل احسن من هداك السيرفر، بس يلا خلينا نجرب مع بعض. اجت علي الطابة اول شي. الحمد لله. ايه قتلت حدا نيح، بيطلع لي مصاري. كيف والله ضربتها بلوك؟ كيف؟ طب يلا حارجع اعمل بوز. ايه انا نسيت ما اعمل هيدا. ايه والمهم انا بلشت الدور، وكتير كتير كتير هيدا الدور قوي وكتير صعب بنفس الوقت. رجعت اجت علي. يا والله كيف انا ضربتها شي الف مرة وقتها، بس المهم كيف كانت كتير بطيئة كتير بطيئة. كيف ما عملتها؟ بس سطع للانترنت وقتها. شو هي سطع للانترنت؟ غش. ما هيدا مهم. حاعمل بوز. يلا حنبلش الدور بعد 3 2 1. بلشت. يلا بس انا خايف كتير، بدي شي مرة ارباح. زمان ما ربحت. فكرت اشت علي. لا خليني اروح مع حالي شوية امان. شو هي الانترنت مسطر؟ ثانية بس. هي كانت حموت على ثانية. كانت مروح بس كانت حموت، بس فقست بالغلط. فقست بالغلط عم صديتها. بليز بدي اقتل شخص. كيف؟ هي لحظة شو هي؟ ما بعرف. المهم حارجع اعمل بوز بعد 5000 ساعة. واخيرا واخيرا اخيرا خلصنا الدور، وهلا بدي اربح. يعني اربح وبدي اربح مصاري. يعني بدي اربح مصاري. ويا رب تصيبني اول واحد. انا لا صيبته هداك العمو. بليز انا صيبني، انا بدي اقتل الناس. حدا يصيبني. ايه صارت دوري. شو هي؟ لا 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 في غش. كيف؟ بلشنا الدور واخيرا بعد ما بعرف كيف عم موت. اللي كان بفقس كتير 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 عم بيقولوا لي انه ما فقست. سألتهم شو الكود، ام قالوا لي كود هالوين هلا بعد ما يخلص الدور. يلا انا لك. شو هي؟ خلص. لا في غش. باي. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو.